في البداية عايزين نعرف الإجراءات اللي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الأمراض الموسمية المنتشرة مع فصل الشتاء، زي مرض الغدة النكافية ومرض الجدير المائي. وفي تعاون طبعا مع وزارة الصحة في هذا الشأن، كويس، مع القطاع الشؤون الوقائية، قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة، كويس، وبيمدونا بصراحة أول بأول بالتعميمات اللي بنبعتها على المديريات التعليمية، وبيكون فيها المدرس يعمل إيه ويوعي الطلبة إزاي، والزائرة الصحية تعمل إيه وتوعي الطلبة إزاي، وكشف الحالات إزاي، ولما يكتشف الحالات يعمل إيه، كويس. كل ده بيبعتوا لنا بصراحة في تعليمات، وإحنا بنبعتها كوقاية، خاصة في بداية شهر 10، لأن بداية شهر 10 ده بيبقى بداية الموسم بتاع الأمراض اللي هي تغيير الفصول. طيب، هي الامراض دي ممكن خطر على الطلبه؟ يعني في طلبه مثلا تضاعفت معاها الامراض في السنوات اللي فاتت ولا؟ لا، هي طبعا هو الامراض مش خطيره، كويس، انما هي بتحتاج مثلا زي غدة نكافية، بيحتاج راحه واكتشافه مبكرا، وبيحتاج راحه بان الطالب بيتعزل عن الفصل عشان ما يعديوش، لان العدوى بتنتشر بسرعه، كويس، انما الاعراض ما فيهاش خطوره. طب في كم حالة لحد الآن في الغدة النكافية تم رصدها؟ هي الحالات اللي رصدت الغدة النكافية حتى الآن على مستوى الجمهورية، طبعا احنا بنحصر من بداية يوم 27 تمام 10 هي لغاية دلوقتي 38، عبارة عن 8 في المؤكدة، حالات المؤكدة 38 في القلبية و15 في المنوفية و6 في الشرقية، وزاد عليهم في الإسماعيلية يوم 28، زاد عليهم 7 حالات، أصبح وفي حالة في أسيوط 38. ده بداية من امتى؟ من 27 حصل عندنا، من لحد النهارده 27، النهارده 28، النهارده 28، يعني ده حصر امبارح بس. امبارح والنهارده، يعني حضرتك كل يوم بيتقدم لك تقرير عن حصر بالحالات اللي طبعا من ضمن الحاجات اللي بعتناها ان في غرف عمليات بتبقى متواجده في كل مديريه وفي كل اداره، كويس، بيبقى فيها حاجه عندنا من البيئه والسكان بترصد الكلام دوت، عضو من البيئه والسكان بيرصد الكلام دوت بالتعاون مع وزاره الصحه عشان تاكيد الحالات. تمام، لازم الحاجه اللي انا بكتبها تكون حاله مؤكده. تمام. طب الجدير المائي، بالنسبه للجدير المائي، نزل المجهود المائي، هو ظهر عندنا 33 حالة في سوهاج، وده كان بلغ عليهم كام من امبارح، كويس، وبرضه ده من الأمراض اللي هي بتنتشر برضه في تغيير الفصول، وبنبقى باعتين دي برضه تعميمات للمديريات لاتباعها وتوعية الطلبة وتوعية المدرسين والزائرة الصحية تعمل ايه، ومكان للعزل في المدرسة لغاية ما يجي أولياء أمور المسلمين إذا كانت اكتشفت حالة وما اكتشفتش في البيت يعني. تمام. طب وبالنسبة لملتحمة الحين؟ تمام، الملتحمة ده بيعتبر التهاب فيروسي، برضه بيجي نتيجة تغيير الفصول، وبرضه إن هو مرض معدي وبيأدي بصورة سريعة يعني، فبنضطر برضه إن إحنا الزائرة الصحية بتكتشف اكتشاف مبكر، عندها التعليمات اللي جايه من وزاره الصحه، فتشفى اكتشاف مبكر وتبتدي تعزله وتعرضه على الطبيب اللي بيديله راحه عشان ما يعديش غيره، وبيقول له يعمل ايه، ما يستخدمش قوته ويستعمل حاجات معينه ويكتب له الادويه بقى اللي هو يستخدمها. طب في تعليمات معينه لمدير المدارس، في تعليمات معينه للاخصائيين الاجتماعيين، في تعليمات معينه مثلا للزائره الصحيه؟ طبعا، يعني انت قدامنا تعميم دلوقتي اللي هو بتاع الالتهاب الملتحم الفيروسي، ده بنقول طبعا احنا بنجيب التعميم من وزاره الصحه اولا، اخذ كافه الاجراءات في الوقايه، كويس، عمل تثقيف صحي على مستوى المدرسين والطلبه والمدارس، رفع وعي الطلبه فيما يخص الثقافه الصحيه والنظافه العامه، تنسيق بين مديرين التربيه والتعليم محافظاتنا عن مديرين الشؤون الصحيه وفروع التأمين الصحي برضه، لأن طرق المرض التهاب المتحمل الفيروسي ده وطرق الوقاية وراعي تنفيذ تعليمات، بعض التعليمات نعرفهم المرض ايه هو
ايه اعراضه، ايه فترة الحمامة بتاعته، فترة العدوى، طرق انتقال العدوى، طرق الوقاية، كل ده بالتعاون مع وزارة الصحة. تماما فهمتني. بالنسبة المرض لمرض الغدة النقطية، في إجراءات طبعا احترازية، إنما اتخاذ الأجراءات الحذرية مع مرض الغدة النقطية وتفادي انتشاره بين الطلاب بطلب المحافظات، خاصة المحافظات التي ظهر بها بعض الأمراض، قلنا بيتولى مدير المدرسة عقد اجتماع لهيئة التدريس والسائل الصحية لتوضيح أعراض المرض، التوعية في الإذاعة المدرسية، توعية الطلاب حيث أن المرض ينتشر عن طريق الرذاذ الصادر من الفم والأنف أو الحلق للشخص المصاب، غرس أساسيات النظافة الشخصية لدى الطلاب، ضرورة صيانة دورات المياه وتعقيمها داخل المدرسة بصفة دورية. تمام. في توجيهات لمديري المديريات نحو الإجراءات الواجب تفاديها انتشار المرض، تعليم إجراءات الوقاية، ضرورة التواصل بين المنزل والمدرسة لمتابعة أحوال التلاميذ المصابين، تخصيص حجرة أو مكان متجدد للهواء لاستقبال حالة الشك بالإصابة والإبلاغ السريع عنها، اتخاذ اللازم لاحتوائها، ترشيح منسق ومعرفة مدير المدرسة ويفضل أن يكون الأخصائي الاجتماعي، يتم التنسيق بين المنسق والزائرة الصحية لاكتشاف مبكر حالة المصابة، التوعية الصحية والتثقيف، اتباع أساليب مكافحة العدوى للمرض، المرور على الفحوصات والتأكد من الكشف الظاهري عن ظهور أعراض المرض، متابعة توفير المياه والصابون والحث على غسل الأيدي، مراقبة نسبة الغياب ومراقبة ظهور الحالات المرضية واتخاذ اللازم حيالها في حالة الكشف. ومديهم نبذة جاية لنا من وزارة الصحة من مكتب رئيس قطاع الشؤون الوقائية المتوطنة، دي نبذة تاريخية عن الغدة النقطية وطريقة انتقال العدوى وطرق الوقاية كويس، وإيه هو التهاب الغدة النقطية وإيه الإجراءات الوقائية للاكتشاف بتاعه وإزاي نكتشفه مبكرا وإزاي نتعامل معاه. كل الإجراءات دي بالتنسيق مع الزائر الصحية ومع وزارة الصحة والأخصائي الطبي. تمام.